فأمثلة على بعض برامج التطبيقات اللي احنا بنحتاجها في شغلنا، أي حد بيحتاجها في شغله. منها برامج معالجة النصوص اللي هي الوورد بروسيسنج بروجرام، هناك برامج للجداول الحسابية زي الإكسل، هناك برامج للعروض التقديمية وتصميم الشرائح التعليمية اللي هو البرزنتيشن بروجرامز، هناك برامج لإدارة قواعد البيانات اسمها داتابيز مانجمنت سيستمز، هناك برامج أيضا من ضمن برامج التطبيقات برامج الصور والرسومات الجرافيكس بروجرامز، هناك برامج أيضا الموسوعات، وهناك العديد من البرامج الأخرى مثل إدارة المشروعات البروجكت مانجمنت بروجرامز، هناك برامج للألعاب، طبعا كلكم بتتقنوا الجيمز على أو برامج الجيمز، هناك برامج الوسائط المتعددة اللي هي المالتي ميديا سوفت وير، برامج الحقيقة الافتراضية أو الوهمية، برامج بتشغل الوسائط المتعددة زي الميديا بلاير، برامج نسخ الأقراص اللي هي الكوبي سي دي أو الدي في دي بروجرامز، هناك برامج الذكاء الاصطناعي أيضا Artificial Intelligence، برامج تطبيقات خاصة أو Special Software، هناك برامج لمتخصص الرياضيات والعلوم والإحصاء زي برامج كتير هناخد عنها بالتفصيل إن شاء الله. What are the types of applications? Applications of software type طبعا نحتاج الوقت في application word processing software اللي هو مايكرو سوفت وير، في النوت باد وفي النوت باد دي بعض ايه السوفت وير applications، في database software، في Oracle، في مايكروسوفت اكسس، دي كلها الابلكيشن، في اللي هو الاكسل او في السوفت وير برنامج سيبل شيت، في الابل نمبر ومايكروسوفت اكسل اللي هي عباره عن سيبل شيت سوفت وير، في المالتي ميديا سوفت وير زي الريال فلاير وزي الميديا فلاير، يعني نوع على كل يعني وقت البروسيسنج سوفت وير زي المايكروسوفت وير زي الورد باد زي النوت الداتا بيز سوفت وير زي الاكسس مايكروسوفت اكسس اوريكل، الجداول الالكترونيه اللي هي زي الاكسل معايا زي الابل نمبرز، المالتي ميديا سوفت وير زي الريال بلاير الميديا بلاير برضه نفس الكلام. انا يهمني انتوا بقى في الماثيماتكس ماثيماتيك هنشوف الماثيماتيكال سوفت وير، يعني لو انا اديتك سؤال زي ده هتكتبوا لي الابلكيشن وهنتكلم باستفاضه عن الماثيماتيكال سوفت وير. وقلنا ان في برامج كتير في الماثيماتكس، قلنا زي ايه؟ وفي الاستاتستيك زي ماثيماتيكا، ماسكات، ماتلاب، ميني تاب، ميبل او اس بي اس اس كبرنامج احصاء، الكلام ده قلناه قبل كده وقلنا المهمه بتاع كل برنامج. معايا؟ يبقى انا لما اسالك على الابلكيشن العربي طبعا عربي لما اساله على الابلكيشن ماشي، فهنا في الماثيماتيكال سوفت وير هنتكلم عن الموديل اللي بيستخدم اللي بيعمل هنا طبعا رياضيات لغه الرموز سيمبل صح؟ فاحنا عندي سيمبل اور جيومتريك داتا، في حاجات في الهندسه، في حاجات في رموز للجو زي التفاضل زي كده. المهم الماثيماتيكال سوفت وير لو انت عرفته معناه انه بيتعامل مع الجبرا، الكالكولس، بيتعامل مع الجيومتري، بيتعامل مع كل الحاجات الخاصه بالهندسه والجبر والتفاضل والكلام.
ده تعريف الماثيماتيكال سوفت وير موديل، اللي هو بيعمل انالايز، بيعمل اناليسيز اند كالكوليت نوميريك، ماشي، وبيحط برضه السيمبلز او السيمبل اللي هي لغه الرموز عشان الماثيماتيكس لغه. في جيومتريك داتا او البيانات الهندسيه نفس الايه؟ نفس الكلام. معايا؟ هنكمل على الحته دي، يا ريت انتوا تشوفوا الحاجه دي. عشان انا مطلوب من تلخصوا لي الحاجات دي بصوره اسئله واجابه. ايه الماثيماتيك سوفت وير؟ طيب الماثيماتيكال سوفت وير بيعمل ايه؟ ايه المهمه بتاعته؟ اهو بيعمل فاليويشن اوف ماثيماتيكال سوفت وير. سوفت وير كالكوليتور، كمبيوتر الجبرا سيستم، كل ديت خلي بالكم يا ريت تصوروا تبقى عندكم او هتبقى فين. دي مهمه مين؟ مهمه الماثيماتيكال سوفت وير، لان انتوا كبتوع ماثيماتيك يبقى انتوا هتهتموا بالماثيماتيكال سوفت وير. كلكم عارفين الوورد، عارفين الاكسل، عارفين باوربوينت، عارفين مهمه البرامج دي. انتوا كابلكيشنز في الماثيماتيكال سوفت وير بيستخدم في بيعمل اناليسيس او كالكوليشن او اناليسيس. بيعمل ايه بقى؟ المحتويات بتاع الماثيماتيكال سوفت وير بيعمل ايفاليويشن اوف ماثيماتيكال سوفت وير، سوفت وير كالكوليتور، كمبيوتر الجبرا سيستم، ستاتستيك، كل ده انكتب بنظريات بيعمل بعض بروز اند بروف سيستمز. في اوبتمايزيشن سوفت وير، في جيومتري، دي كلها في البرامج. في الميوزك سوفت وير سيستم، في الويب سايت، وفي البروجرامينج لايبريز. عندي في الريفرنس والاكسترنال لينك بريف البرنامج اللي عندي اللي هو ماثيماتيكال سوفت وير. طيب هنعمل بقى، هنمسك واحده واحده من دول. يبقى انت لما هتسال في الماثيماتيكال سوفت وير هتدي انواع تايبس زي ماثيماتيكا، ماتلاب، ماسكات، ميني فاب، دي اسماء البرامج. اما عموما البرنامج بيعمل اس بي اس اس ستاتستيك. اما الحاجات اللي هي مكتوبه دي، ان الماثيماتيكال سوفت وير بيقوم بالمهمه دي. يبقى انا كاسالك ان انجلش بنفس الطريقه، العربي بتاع العربي هساله العربي، بس لازم يجاوب انجليزي عشان البرامج مش عربي، صح؟ تكتب المفهوم عربي والمصطلحات انجليزي والمفهوم عربي في يبقى ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لبتوع ماثيماتكس. خلاص؟ خلاص. هنتكلم عن سوفت وير كالكوليتور. طبعا الكالكوليتور بيعمل ايه؟ كلنا عارفين كالكوليتور كمبيوتر، صح ولا لا؟ يبقى هنا السوفت وير كالكوليتور بيعمل ايه؟ بيعمل مثلا بعض العمليات السيمبل في الماثيماتكس زي اديشن، سبتراكشن، مالتيبيكيشن، ديفيجن. معايا؟ ده الكالكوليتور عموما بيحسب السكوير روت، بيحسب الروتس، اللي هي السيمبل ماثيماتيكال، الخطوات او الرياضيات البسيطه اللي هي جمع الطرح والضرب والكلام اللي احنا قلناه. الكمبيوتر الجبرا سيستم، واتس ذا الجبرا؟ اللي هو الجبر، كل الحاجات اللي بتتعمل فيه اللي انتوا درستوها في الجبر اللي كانت بتوع رابعه، يبقى اكيد درستوا جبر، درستوا هندسه في كليه التربيه يعني. الكمبيوتر الجبرا سيستم اللي هي كل العمليات الخاصه بالكمبيوتر الجبرا سيستم ذات يوز اللي فيها في الرياضيات اللي هي السيمبلز. طبعا كل الجبر سيمبلز، يعني ايه؟ رموز، صح؟ اكس واي زد، كذلك الكالكولس. فده بيعمل الكلاسيكال الجبرا ايكويشنز، بيعمل سولف للايكويشنز. يبقى انت هتكتب برضه بتاع العرب هيقول ايه؟ ان حل معادلات من خلال الجبر اللي هو معايا موجود يعني. بعد كده الاستاتستيك اللي هي الاحصاء، وقلنا برنامج الاحصاء بيتعامل مع الاستاتستيك اللي هو اس بي اس اس. هنا في الاستاتستيك ده ليسوا الاستاتستيك باكجز، اللي هي عندك الباكج كامله للحاجه الخاصه بالاستاتستيك، المين، الميديان، المود، ريجريشن، بتعمل جراف، بتعمل ريبريزنتيشن للداتا، صح؟ كل الحاجات الاحصائيه
المجموعات. طبعا هناك بقى برامج ذكيه بتعمل ايه في النظريات الثيوريز والبروفز اللي هي خاصه ببرهنه النظريات. خلاص يبقى انت كبتاع رياضيات مطلوب منك الكلام اللي انا بقوله لك. هنتعرض بقى بالتفصيل لبعض الحاجات المهمه بعد الاستاتستيك. طبعا في الجيومتري اللي هي الحاجات الهندسيه، تمام، في حاجات كتير خاصه بالماثيماتكس بتتعامل مع السوفت وير اللي هي ابلكيشن سوفت وير ان ماثيماتكس ستاتستيك ساينس. عدد السوفت وير بيعمله معايا في البرامج او خاصه بالبرامج الماثيماتكس. يعني في مايكروسوفت ماثيماتكس عامله برامج كتير في الماثيماتكس وكلها في على فكره في حاجات كتير جدا لطلاب الماثيماتكس معايا. يعني هنا الايكويشن، شايفين الايكويشن دي معايا يا شباب؟ في الماس اديتور معايا، ده برنامج الماس اللي هو الماس اديتور اللي هو طبعا الماس اديتور يبقى هو خاص بالماثيماتيكال ايكويشن ماشي لجميع الانواع اللي هي السيمبل او سيمبل زي سيمبلز كتير الفا بيتا جاما كلها في سيمبلز السكوير روت الانتجريت او معايا كل ده في خصائص. ايه خاص مثلا بالكالكوليتور؟ يعني كل جزء من اللي انا قلته يا جماعه في حته تاني. فانا بعطيك برضه نفس الكلام دي الكالكوليتور او الحسابات اللي الاطفال الصغيره بتشتغل عليها الكالكوليتور معايا؟ وازاي بيحصل في العنصر المثال المال دي كلها الكليتور مالتيبيكيشن. طبعا كلهم انتوا عارفينه بتوع رياضيات، بس الحاجه الوحيده اللي انتوا مش عارفينها ان 2 زائد 7 ما يساويش كام؟ مش عارفينها، دي الحاجه الوحيده اللي انتوا مش عارفينها. وده ايه؟ 2 بلس 7 ايكوال 9. كويس انت حافظ جدول الجامعه. سنه رابعه كليه التربيه وحافظ جدول الجامعه. دي كلها امثله على السوفت وير. خلاص؟ خلاص؟ احنا قلنا في المحاضرات اللي فاتت ان حزم برامج هناك انواع من حزم برامج، سواء حزم برامج مكتبيه معايا اللي هي الاوفيس مايكروسوفت اوفيس، واتكلمنا عن مايكروسوفت اوفيس، قلنا في الباوربوينت، في الاكسل، في الوورد، في حاجات كتير ملحقه بمايكروسوفت اوفيس. لكن انتوا كبتوع ماثيماتكس او بتوع رياضيات محتاجين تكتبوا مصفوفه، محتاجين تكتبوا معادله، محتاجين ترسموا رسومات هندسيه. ففي ابلكيشنز كتير، في برنامج مصغر وات ذا مايكروسوفت ايكويشن اديتور. ايه هو المايكروسوفت ايكويشن اديتور؟ مايكروسوفت ايكويشن اديتور ده برنامج مصغر ملحق بمين؟ بالوورد معايا، وتقدر نكتب عليها الوورد وناخد منه نودي للباوربوينت عشان نعمل برامج تعليميه او شرايح تعليميه. الوورد نفسه انا قلت لكم المحاضره اللي فاتت ان كل برنامج تعرفوا المهمه بتاعته. ليه؟ هسالك هقول لك ايه مهمه الوورد، باوربوينت، الاكسل، مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت باوربوينت، اكسس ده مهمته ايه؟ اكسل مهمته ايه؟ يعني مهمه البرامج. الاوبريتنج سيستم دي مهمته نظام تشغيل، لكن احنا بنتكلم عن حزم البرامج. هنسمع شويه عربي وشويه انجليزي على عشان الناس
تبقى فاهمه احنا بنقول ايه. اللي انا قلته ده كله هنسمعه. طب قلنا ان هناك ابلكيشنز ان ماثيماتكس ستاتستيك معايا ساينس في برامج متخصصه زي الميبل زي الماثيماتيكا ايه تاني ماتلاب ماثكاد اس بي اس اس ده برنامج احصائي. لازم كل البرامج دي يا اولاد تعرفهم المهمه الرئيسيه بتاعتها. في الايكويشن قلت لكم تدخلوا من في تفتحوا قائمه الورد الاساسيه وتشتغلوا عليها. حد اشتغل عليها؟ ها اشتغلتوا على المايكروسوفت ايكويشن اديتور. يبقى مهمه البرنامج دي اما اسالك في المهمه بتاعتها مهمته ايه؟ بيعمل ايه؟ المعادلات والمواصفات كل حاجه خاصه بالماثيماتكس او رياضيات. هنا كل مهمه الاوامر دي في البرامج تمام الميبل ما ماثيماتيكا ماسكات ما لاب دي كلها برامج اس بي اس اس مثلا الميبل دي برنامج قلنا خاص بالايه بالماثيماتكس والاستاتستيك والساينس. في اوامر بقى يعني مثلا عايز احسب مثلا عايز احسب تكامل انتجريشن الانتجريشن للفانكشن الانتجريشن للفانكشن what is the integration يعني عايز احسب تكامل what is the differentiation عايز احسب التفاضل. لما اقول integration of x معناها ايه؟ معناها احسب شوف الاوامر بتتحط اهو العلامه دي بعد كده بكتب من خلالها الاوامر integration of x معناه حساب ده امر لحساب الايه؟ تكامل الداله. differentiation دي اي اف 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 اوف اكس دي برضه شكل اشكال الاوامر سواء في الميبل القديم او الجديد بنظام ده دي اي اف اف يبقى ده امر اسمه امر حساب ايه؟ مشتقة الداله او المشتقه الاولى للداله معايا؟ امر تاني من خلال المحس ده اي اوفر بي A over B لو خد سيمي كولن او مرتبطوا بعض معناها اظهار النتيجه او عدم اظهار النتيجه بعد كل امر من الاول. انتجريشن فاكتورايز فاكتورايز يعني ايه؟ فاكتورايز يعني تحليل حلل فاكتورايزيشن انتجريشن ديفرنشيشن فاكتورايزيشن جراف جراف الحضر فراس بلوت لما اعمل البلوت هنا ده معناه الرسم البيان بلوت بلوت 2 دي 3 دي دي امر من اوامر الرسم اللي هو الرسم ده اما ارسمه في المستوى او الرسم في مستوى في الثلاثي معايا؟ دي شبيهة بكل الأوامر دي شبيهة بأي برنامج فيه لوب مكتبة من الأدوات لعمل تحسب تفاضل تحسب تكامل تحسب فاكتورايزيشن تعمل سمبليفاي سمبليفاي أمر سمبليفاي 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 معناها اختصر باختصار سمبليفاي ان ذا سمبلست فورم يعني معناها اختصر لابسط صوره عايزين اختصارات. ففي اوامر كتير هنستخدمها ونعمل عليها ابلكيشن في عندك سواء في التفاضل التكامل في الجبر في حاجات كتير بالنسبه لرسم الداله التوب فاكتورايز دي اي اف اف ديفرنشيشن اللي هي التفاضل هعمل مشتقه دي المشتقه الاولى انتجريشن دي المشتقه ليميت ليميت امر ليميت لحساب ايه؟
لحساب النهاية من خلال ميبل مثلا. دي معظم الأوامر خلينا النهاردة يبقى احنا كده كتبت الأوامر دي مهمتها. دي كلها موجودة في البرامج المتخصصة. SPSS اتفقنا ان ده برنامج إحصاء، يبقى كل حاجات الإحصاء عليه، يبقى كل الأوامر اللي على هذا البرنامج شرط انت تكون عارف إحصاء، لكن شرط ان انت تشوف الأوامر اللي داخل هذا البرنامج، يعني كيرليشن او اديب المين النور، يعني المين، المين دي معناها ايه؟ وسط، وسط حساب. مون الوسيط، متوسط. ميديان يبقى الوسط والوسيط والمنوال، مصطلحات احصائية لازم نكون عارفين. خلاص كده النهارده. هنا القوائم بتاعتك، اي برنامج موجود سواء برنامج حزم اي برنامج لازم يكون فيه قوائم. مهمة القائمة فايل، الفايل دي ايه؟ في كل برنامج تلاقي القائمة فايل دي للتعامل مع مين؟ مع الملفات، صح؟ القائمة انسير ديت عشان الادخال. ما دي بقى المهمة ليكوا كماثيماتيك، ان انت تدخل فيها الايكويشن اللي تدخل فيها المعادلات من خلال الاوبجكت، هتعمل سيليكشن على الاوبجكت بالنسبة ليه. فدي القوائم، كل قائمة انا مهمتي انتوا تعرفوا، اما اجي اقول لك كل مهمة قائمة فايل، قائمة فايل بتعمل ايه؟ ها؟ كتب، التعامل مع الملفات، حفظ الملفات، حفظ الملف القديم، حفظ الملف بتاعتك. اي برنامج موجود سواء برنامج حزم اي برنامج لازم يكون فيه قوائم. مهمة القائمة فايل، الفايل دي ايه؟ في كل برنامج تلاقي القائمة فايل دي للتعامل مع مين؟ مع الملفات، صح؟ القائمة انسير ديت عشان الادخال. ما دي بقى المهمة ليكوا كماثيماتيك، ان انت تدخل فيها الايكويشن اللي تدخل فيها المعادلات من خلال الاوبجكت، هتعمل سيليكشن على الاوبجكت بالنسبة ليه. فدي القوائم، كل قائمة أنا مهمتي أنتوا تعرفوا، أما أجي أقول لك كل مهمتي قائمة فايل، قائمة فايل بتعمل إيه؟ ها؟ كتب، التعامل مع الملفات، حفظ الملفات، حفظ الملف القديم، حفظ الملف الجديد. أنت يبقى كده كل واحد يقول لي كده. هو احنا قلنا ايه النهارده؟ اتكلمنا عن ايه؟ جميل جميل. اللهم صل على الايكويشن، مايكروسوفت ايكويشن اديتور، الباي شارت، البارز والدبل بارز والباي شارت، كل الجراف. واخدنا الايكويشن اديتور اللي ده في الوورد، صح؟ ده في الوورد عندك. وخدنا قلنا الباوربوينت والاكسل معايا ازاي نعمل، نستخدم دولة او الفانكشن بتاع الرياضيات او بتاع الاحصاء داخل الاكسل وازاي نحسبها. وخدنا مهمة كل برنامج
اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت والمره دي صح. يعني مهمه الاكسل، مهمه الوورد، مهمه الباوربوينت، كل المهمات، مهمه الماتيماتيكا، مهمه البي اس اس بي اس اس، يعني مهمه كل البرامج، او سواء حزم البرامج المكتبيه او حزم البرامج التطبيقيه الخاصه بالناس بتوع الرياضيات والاحصاء والعلوم. ده خلاصه النهارده. وزي ما قلت لكم كل يعني مثلا اسئله المحاضره النهارده اللي انا قلت مهمه، مهمه كل برنامج، مهمه كل قائمه سواء الفايل سواء الايديت سواء الهيل، لان قلنا الهيل دي مشتركه في كل البرامج، قلنا الفايل مشتركه في كل البرامج معايا. الدوال، مكتبه الدوال لبرنامج الاكسل، هناك مكتبه دوال في الميبل، هناك مكتبه دوال في الاس بي اس اس، مكتبه دوال لاي برنامج سواء البرنامج ده في الرياضيات في الكيمياء في دوال. في الاكسل اتفقنا على اهم الدوال اللي موجوده في الاكسل معايا.